يقول بعد موت الميت والصلاة عليه هل يلقن بالشهادة بعد وضعه في القبر؟ الذي ورد أنه يلقن حال الاحتضار وهو حي من أجل أن يقول لا إله إلا الله، يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. الصحيح من كان آخر، قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم، يعني المحتضرين، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أما إذا مات ما يمكن أن يقول لا إله إلا الله بعد الموت، ولم يرد هذا بدليل صحيح إن الميت يلقن بعد دفنه. هذا ورد في شيء لكنه ما هو صحيح، ما هو صحيح. نعم.